الثبات في الاداء والثبات في المستوى، هو دول ابرز اثنين يعني. كابتن احمد، كابتن عادل، انا دايما في الاتجاه من الفريق كله. الفريق هو النجم. انا عارف، وانا عارف الاجابه قبل ما تقول. ما انا لحقت نفسي في الاخر. يعني انا معاك، انا معاك، وده مهم. ما اقولش ان وسام ما كانش بيأدي الواجب بتاعه على اكمل وجه، بيضغط على المدافعين، برافو عليك، في كل حته مشكل خطوره. شوف نوى بيلعب ضربه الجزاء، مدى الثقه اللي هو فيها بيلعبها، بيدحرجها ما بيشوطهاش. الجول اللي جابه وعمليه المتابعه، وبرضه من خلال حضرتك بنقول الحاجات اللي هي المفروض تتصلح علشان موضوع موضوع الاجوال. انا النهارده فينا اجوان، ما زال لسه برضه عدد الاهداف اللي بتخش مرمى النادي الاهلي لشكل النادي الاهلي لا عليه علامه استفهام. اشوف امبارح مين اكتر واحد ضيع اهداف؟ فلان عبد القادر مثلا. طب النهارده اكيد الراجل مقطع المباريات، جماعه الجهاز اللي موجودين معاه بيقول له هنا يا عبد القادر في الحته دي المفروض تعمل ايه؟ هتعمل الحته الفلانيه، المفروض كنت تستنى عليها او تلعبها بالعرض. طيب يا فلان الراجل على الطرف، كريم فؤاد، كريم فؤاد انت وانت بتشوط رجليك قويه جدا بس ما بتبصش، لازم ترفع دماغك. فلما يكون مقطع له الحاجات دي والنهارده بيعرضها له، بيقول له انت لما دخلت وشقيت له جوه، مجرد ان انت بس هترفع دماغك هتبص تلاقي فيه اثنين ثلاثه بره فاضيين. طيب انت عايز تشوط، قبل ما تشوط شوف الجول فين. فدي كلها الحاجات دي لما تتقطع له وتحط، الماتش اللي جاي اكيد هياخد باله منها. حتى صحيح. نظري مش لازم ان هو ان هو يعملها، هو مش لازم يعملها دايركت، لكن هتكون في حساباته، فبعد ماتشين ثلاثه هيتعلم وهيتعلم وهيبقى في ايجابيه على المرمى. دي طبعا أكثر. بعد كده لما الدوري يبقى فيه بقى فيه براح، يبتدي بعد يعني عمر طويل لما يبقى فيه يعني براح ان هو يعمل التدريبات بقى ويبقى الناس بقى شغاله. فطبعا حته الخبرات بتفرق جدا، وخاصه لما مثلا امام عاشور النهارده انا وانا بادي عارف ان انا بجري في الحته الفلانيه. النهارده الجول الرابع الحقيقه عمل رائع جدا، كان ممكن يبقى فيها شك تسلل، وقف اه ده ذكاء منه، ذكاء منه فعلا طبعا. وخلى وبعدين هو ما وقفش، ده وقف عشان عمر يكمل وبعدين جري تاني عشان ياخد الكره، ده جري عشان ياخدها وراح له في الحته الصح وهو لعبها له، والاثنين شايفين بعض. ده جول جميل قوي يعني، الناس كلها بتتعاون وكلهم شايفين، ما فيش حاجه اسمها انانيه. وبالتالي انا بشوف ان الفريق كله بما فيهم كولر في بدايه التشكيل في التغييرات، كل تغييره بيغيرها بتبقى مؤثره، كل الناس اللي بتتغير بتنزل بتعمل يعني. شفنا عمر امبارح، عمر عبد الواحد نزل اضافه، قفشه اضافه، كل واحد نزل كان اضافه للفريق. عايز اسالك يا احمد، وانت كنت يعني ما شاء الله الجناح الطائر باك وجناح رائع، هل من السهل انك تغير من باك يمين لباك شمال؟ عندنا عمر كمال بيلعب الاثنين دلوقتي، مش هقدر اقول بنفس الكفاءه لكن بيأدي بشكل جيد جدا. دي بتبقى فيها صعوبات بالنسبه للباك، انه باك يمين يلعب باك شمال، ولا انت شايف الامور